أسعد الله يومكم مشاهدين نشرتنا ليوم الأربعاء 18 نوفمبر. رياح المسترال هي رياح شديدة البرودة تهب في فصل الشتاء على وادي الرون في جنوب شرق فرنسا، وتبلغ سرعتها حوالي 60 كيلومتر في الساعة، وقد تصل أحياناً إلى 100. وسبب تشكل هذه الرياح هو تمركز منخفض جوي على الجزء الغربي من البحر المتوسط، يستدعي هبوب رياح باردة من قلب قارة أوروبا، فتبلغ وادي نهر الرون فتسلكه، وتنضم إليها رياح باردة هابطة من جبال الألب، مما يزيد في برودتها ويعطيها زيادة في سرعتها. أما أجواء الأمس فظهرت بعض السحب المنخفضة عصراً على سلاسل الجبال، إضافة إلى ظهور بعض السحب العالية على مناطق متفرقة من الدولة. والآن مع الطقس الحالي، حيث تشير آخر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم إلى ظهور كميات من السحب العالية على مناطق متفرقة من الدولة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة الحالية والمسجلة في حدود الساعة 10:30، فأقلها حالياً 14.8 في جبل جس، بينما على حالياً في وتيد 30.2 درجة مئوية، بينما بالأمس كانت في المنهاد 34.9 الساعة 2 ظهراً. أما الطقس المتوقع فتشير الخارطة السطحية المحللة صباح هذا اليوم إلى وجود منخفض جوي على جنوب شرق الجزيرة العربية يمتد شمالاً ليؤثر على الدولة، إضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي على شمال السعودية مؤثراً على غرب الخليج، يؤدي إلى أن تكون الرياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية بعد الظهر والمساء، ليكون الطقس غائماً جزئياً على بعض المناطق، وقد تظهر بعض السحب المنخفضة على سلاسل الجبال عصراً، كما تزداد رطوبة نسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية. والآن مع درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم مشاهدينا على المناطق الساحلية في أواخر العشرينات، بينما على المناطق الداخلية في أوائل الثلاثينات، وختاما على المناطق الجبلية في أوائل العشرينات. وبإطلالة سريعة على حالة البحر في الخليج العربي، يكون من خفيف إلى متوسط، وارتفاع الموجة راح ما بين قدم إلى 2 قرب الساحل ومن 2 إلى 4 أقدام بالعمق، المد 4:06 عصراً، الجزر 9:55 صباحاً. أما في بحر عمان فيكون من خفيف إلى متوسط، وارتفاع الموجة راح ما بين قدم إلى 2 قرب الساحل ومن 2 إلى 4 أقدام بالعمق، المد 1:23 ظهراً، الجزر 8:14 صباحاً. بالنسبة لأوقات غروب وشروق الشمس على مدينة أبوظبي، الغروب عند الساعة 5:35 مساءً، والشروق عند الساعة 6:41 صباحاً. أما أوقات اختفاء وظهور القمر، الاختفاء عند الساعة 11:37 مساءً، والظهور عند الساعة 12:46 ظهراً. طقس الغد غائم جزئي إلى غائم على بعض المناطق، وتزداد كميات السحب تدريجياً على المناطق الغربية والجزر، مع احتمال سقوط بعض الأمطار، إضافة إلى النشاط النسبي للرياح خاصة فوق البحر. مشاهدينا، والآن مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة، في أمان الله.